السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله، في نعم من الله. الحمد لله، أشهد الله أنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. في الأول أسألك الدعاء يا شيخ. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد يا رب. آمين يا رب. السامع والسماعات. سؤال عن المنزل المؤجر. المنزل المؤجر ما شأنه؟ هل تجب الزكاة في أموال الإيجار الشهري؟ لا، لا تجب الزكاة في الأجور الشهرية للمنزل، ولكن إذا اجتمع معك مال وبلغ الحول زكية، بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية.